بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف مع بعض برنامج اوتوديسك بيم 360 دوكيومنتس. ده ممكن تفتحه اونلاين او ممكن تفتحه على الايفون. مهمته الاساسيه ان انت تتبادل الملفات سواء 2D او 3D، وورد، اكسل، عندك صور، عندك ار في تي، عندك حاجات اوتوكاد تقدر تتبادلها سواء في الموقع او في المكتب. بتلاقي هنا المشاريع، لو انت عندك اكتر من مشروع هتلاقي المشاريع، قائمه المشاريع هنا. بتلاقي هنا الملفات، ممكن تيجي هنا تعمل اكتر من ملف، تمام؟ يعني هنا مثلا تحط مثلا الشوب دروينج، تمام؟ هنا البروجكت ممكن تيجي هنا تقول له اعمل لي سب فولدر او ابلود فايل او هحط اتريبيوت، يعني هحط مثلا حاجه فرعيه مثلا هنا وليكن مثلا سايت، دي مثلا تبقى فيها الصور اللي موجوده في قلب السايت، تمام؟ ممكن اقول له هنا رينيم او ديليت او ابلود فايل وابدا ارفع ملفات، وليكن مثلا نرفع حاجه مثلا زي ايه، خلينا نشوف حاجه مساحتها صغيره اهو. هيبدا يرفع لي الملف دوت، تمام؟ هاجي هنا هقول له اد اتريبيوت، هقول له مثلا ده هيبقى ملف تكست الاسم ايه، وليكن مثلا تكست فيلد اد، تمام؟ هاجي هنا اقول له رتب لي الحاجات بترتيب افقي او عكسي او بالتاريخ. فهاجي ده حاجه مهمه قوي اسمها بريميشن، يعني هدي التصريح لحد ان هو يفتح ملف. مثلا ممكن اقول له في شركه، مثلا في واحد مثلا اسمه عمر سليم، معرفش مين دوت، هقول له عمر سليم دوت الصلاحيه بتاعته خليها ان هو يعمل بابلش بس، او يعمل بابلش اند فيو، او يعمل بابلش اند فيو اند اديت، او بابلش اند فيو اند اديت اند كنترول. تبدا تشوف انت عايز تعمل ايه، تمام؟ هقول له الشخص دوت ادي له كل الصلاحيات، تمام؟ تمام. هو ضاف اهوت. هقول له مثلا في حد تاني دوت، ده الكونستراكشن مانجر، خليه بابلش اند فيو اند اديت، ما تدروش خاصيه الكنترول اد، تمام؟ اضافها كذا، يعني هبدا اشوف كل واحد فيهم التصاريح واقدر اعدلها من هنا. يعني ممكن عمر سيب مثلا ايه اقول لا هو بس خليه بابلش اند فيو دلوقتي، وده خليه بابلش بس، تمام؟ فده بيديني صلاحيات كل فولدر، مين اللي ليه صلاحيه ان هو يعدل، مين اللي ليه صلاحيه ان هو يضيف، مين اللي هو الصلاحيه ان هو يتفرج بس. فدي بتبقى مهمه جدا، ولو في حد فيهم عايز تلغيه تقول له ديليت، مع السلامه، تمام؟ طيب هنا هو رفع ملف بي دي اف بس بيقول لي اد تايتل بلوك. طيب تعال نضيف تايتل بلوك، بيقول لي استخدم الاداه ديت عشان تضيف الايمج اللي انت عايزها، فبقول له ماشي اهوت اهو نيكست. بيقول لي النيم، هقول له مثلا اي اسم، النمبر هقول له خد النمبر من هنا، التايتل هقول له خد من هنا، تمام؟ طيب سيف. تمام. هاجي بعد كده اخش على البروجكت فايل، باك شوب درون، هتلاقي في الملف اللي احنا لسه رافعينه موجود اهوت، سواء بي دي اف او اوتوكاد او ريفيت او اي حاجه تقدر تفتحه في المتصفح عادي، تمام؟ اهوت على سبيل المثال. طيب زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز الاكونت ادمن او بروجكت ادمن. خلينا نخش في الصغير اللي هو بروجكت ادمن. الاكونت ادمن بيبقى ليك ان انت تعمل مشاريع كتير. خلينا ندخل في البروجكت ادمن، تمام؟ بيقول لي ضيف اكتر من شخص، ممكن اضيف ناس تانية تشتغل معايا في نفس المشروع، انا مفيش غير الراجل دوت.
طيب هنحط مثلا ايميل، هبعت دعوة لواحد، هيجي له ايميل يقول له في واحد عازمك على الغداء عندنا، او عازمك ان انت تعدل في الملفات لان انت شغال معانا في المشروع. تمام، هتكتب له الاسم والكمباني الرولز، هتقول مثلا ان ده مثلا ده خاص مثلا اي تي زي ما تحب حسب كل واحد شغال ايه. هنا الكومباني بقول له اعمل لي شركة اسمها ايه. تمام، واقول له اد تو بروجكت. تمام، وبعد كده الاكتيفيتي، هبدأ اشوف الاكتيفيتي مين اللي عمل ايه. ما ممكن واحد يجي يمسح حاجة فيقول لي فلان الفلاني دوت اللي انت امنته على الملفات بتاعت المشروع دخل ولغى حاجة، فتروح ايه تتخانق معاه. تمام، ادفانس سيتنج، بعض الاعدادات، يوز موبايل سكيورتي كي. تمام، ابعت لك رقم على الموبايل. طيب خلينا اكونت ادمن، دخل على صفحه جديده خالص لان دي صلاحيه اكتر بقى ان انت تعمل تضيف مشروع جديد، تعمل حاجه جديده. ده بيقول لي المشاريع اللي موجوده، فبقول له هضيف مشروع جديد. اسم المشروع زي ما شفنا في البيم فيلد او في البيم جلو، هتقول له اعمل لي مشروع اسمه كذا، صفاته كذا، كم مليون. وبعد كده البروجكت ستارت ديت، هيبدأ امتى وينتهي امتى، اللغة، المعنوان، الايمج، الصورة. تعالى مثلا نختار صورة زي ديت من الصور اللي بحبها في الكود البريطاني، سيف. تمام، بيقول لي خلاص في مشروع اهوت، اكتفه وقول بقى مين اللي هيشتغل فيه او مين الادمن اللي هيبدأ يضيف فيه الناس. الشركة هنسميها ار او باتمان، اي اسم كومباني. انا مش عارف ما ضفتش شركة غدت ولا لا. طيب في شركة كنت ضفتها اسمها او اس، هقول له بعد كده سيف فينيش. تمام، ده صورة بتاعت المشروع، ده خصائص الشركة، المشروع، سيرفيس ادمن. اجي هنا بعد كده اقول له الممبرز دي الاعضاء لو عايز اضيف حد جديد في المشروع، الكومبانيز لو في شركة موجودة، مثلا في شركة جاية سب كونتراكتور فاقول له ضيف للشركة ديت، في شركة اسمها كذا، نوع الشركة هتبقى كذا، دي شركة معماري، دي سب كونتراكتور، ده شركة بلاننج، ده شركة إدارة، كل المواصفات بتاعتها بحيث يبقى لها صلاحية معينة. أقول له مثلا الشركة دي لو في أي فرد أضافته، أنا قلت إن واحد اسمه حسام شغال في شركة اسمها الضفادع. تمام، الضفادع دي شغالة في كذا وليها صلاحية إنها تفتح الملفات بس، خلاص يبقى هو الراجل ده ما دام شغال في شركة الضفادع يبقى يفتح الملفات بس ما يعدلش فيها. تمام، زي ما انت شايف الاوتوديسك بيم 360 مفيد وفي نفس الوقت سهل وبسيط، وان شاء الله نشوف برضو على الايباد هتلاقيه سهل وبسيط وهيحل لك مشاكل كتيرة كانت بتتواجد بسبب ان البيم موجود في جزء ومش مكمل معايا في قلب الموقع، هو دلوقتي بقى موجود في قلب الموقع.